نقطة ومن أول السطر، وهو عمره 40 سنة وفي قمة نجاحه السياسي أصيب بشلل نصفي، وهنا كانت نقطة توقفت عندها حياته، ونقطة ومن أول السطر. لم ييأس فرانكلين روزفلت، إنما استثمر فترة مرضه 3 سنين بأنه فضل يقرأ ويدرس أحوال البلد، ونقطة ومن أول السطر، لغاية ما وصل فرانكلين روزفلت إلى كرسي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية على كرسي متحرك، وأصبح الشخص الوحيد الذي تم انتخابه للرئاسة 4 مدد، وبعدها تم النص في الدستور على أن تكون مدتين فقط، لأن قبلها كان فترة الرئاسة عمر ما حد تم انتخابه أكتر من مدتين، لكن هو بسببه ذكروا أنها لازم تكون مدتين. اتعرض للحادثة سنة 1922 لما دعاه أحد أصدقائه لرحلة بحرية في يخته إلى جزيرة كامبوبيلو، وهي إحدى جزر الشمال الباردة. نزل فرانكلين روزفلت للمية بيمارس أحسن رياضة بيحبها، السباحة، فكاد أن يتجمد. تاني يوم فضلوا يحاولوا يطفوا نيران لقوها مشتعلة في بعض أشجار الجزيرة، وشعروا بالإرهاق الشديد. طلعوا بعدها استحموا في مية البركة، فضلوا يجروا مسافات طويلة جدا، كم كيلو وكم ميل، شعر بعدها فرانكلين روزفلت بالإرهاق الشديد، ويقول: لم أشعر بالنشاط والراحة اللي كنت دايما بشعر بيها بعد السباحة، قعدت وأنا متعب وطالع بعض الصحف دون أن أستطيع النهوض لتغيير ملابسي، لم أشعر يوما بمثل هذا التعب الذي كان يسري في أطراف جسدي، نهضت في الصباح التالي من النوم، ولما حاولت أحرك رجلي لقيت نفسي مش قادر أحركها، بعدها جيت أحاول أحرك رجلي التانية لقيت نفسي مش قادر أحركها، مش قادر أحرك رجلي الاتنين متصلبين. أردت أن أتحامل على نفسي وأوهمها أنه ليس هناك إلا تعب عضلي، ما قدرتش أقف، واتضح أني أصبت بشلل أطفال. كان من المشاع بين الناس أن شلل الأطفال بعدها بيؤثر على المخ، طبعا ده كلام غلط، لكن كان دايما اللي بيصاب بشلل الأطفال وقتها بيفقد بعدها قواه العقلية. فهل فقد فرانكلين روزفلت قواه العقلية؟ العكس، ده استثمر الألم. مش بس كده، ده فضل يكافح المرض، ان ما كانش لسه مصل شلل الاطفال اكتشف، وكان الطبيعي ان الشلل هيستمر الى باقي رجليه وباقي جسمه كلها. لا، هو يبدو ان المجهود اللي بذله في اطفاء الحريق والمية شديدة البرودة اللي نزلها والجري لمسافات طويلة، كل ده اخرج الجرثومة المسببة لشلل الاطفال من مكمنها، واللي بتوجد عادة في اعلى الفخذ، والاطباء اكدوا انه سيظل قعيدا باقي عمره. لكن اذا كان الشلل قد اصاب جسد فرانكلين روزفلت لكنه لم يصب عقله أو قلبه أو روحه، ولم يمتد الشلل إلى باقي الجسم، ظل فرانكلين يداوم عمليات التدليك المؤلمة لغاية ما بدأت العضلات المتصلبة تلين حبة حبة، والأطباء كانوا بيتابعوه وهم في قمة الإعجاب والدهشة والاستغراب. في نهاية ال3 سنين استطاع فرانكلين روزفلت أن تحدث المعجزة ويقف معتمد على عكازين، وزاع وشاع نبأ شفاء فرانكلين روزفلت، ونقطة ومن أول السطر. فكر روزفلت في أنه يساعد اللي مش قادرين يتكفلوا بالعلاج وعندهم نفس المرض،
عمل ايه فرانكلين؟ اشترى 1200 فدان حوالين العيون الساخنة اللي شاركت في شفاء، واللي هي المياه العذبة، وبنى لهم حوالين العيون دي منازل للمرضى الغير قادرين. وبفضل ونعمة ربنا وكفاح وعدم يأس روزفلت استطاع أن يوقف المرض فلا يمتد إلى باقي أعضائه، ووقف على عكازين زي ما قلنا، ورسلته الصحف والمجلات والكل كتب عنه، ولما شفي أصبح مصدر ثقة، فرشحوه محافظا لنيويورك وفازوا هو عمره 47، مؤكدا أن الشلل مجرد مرض يصيب الجسد فقط. وفي سنة 1932 جاءت انتخابات الرئاسة للولايات المتحدة الأمريكية، وقام الحزب الديمقراطي بترشيح فرانكلين روزفلت لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالفعل فاز ليصل إلى كرسي الرئاسة على كرسي متحرك ونقطة ومن أول السطر.